السلام عليكم وأهلا بكم في الدرس العاشر من سلسلة كتاب اسطنبول لتعلم اللغة التركية بابير. نبدأ الوحدة الرابعة معكم أيتيم هايات، حياة التعلم التعليم. الفقرة A أرنمي تارزلر، طروز التعلم أو أشكال التعلم. الكلمات التي لدينا جيتمك تشين، من أجل الذهاب. أوكويا بالمامي تشين، من أجل قدرتي أو استطاعتي على القراءة. بيترماك يزارا، على وشك الإنهاء. تشكماك تانسا، بدل الخروج. زولوك لرارامان، على الرغم من المصاعب. بيلمسيني رامان، على الرغم من معرفته. تشكسا بلا، حتى وإن خرج. الجمل التي لدينا لذتلي ماكلر يابماك إتشين، yağı bol koymak lazım. Lezzetli yemekler yapmak için min ajl sun'i ta'am au at'ime lezize yağı bol koymak lazım. Yajib vada' al-kathir min az-zeyt. Aslının gelebilmesi için çok çalıştık ama uçak bileti bulamadık. Aslının gelebilmesi için من أجل استطاعة أصل على المجيء إتشين، من أجل تشوك تشالشتك، حاولنا أو عملنا كثيرا أما أوتشاك بلتي بولامادك، ولكن لم نستطع إيجاد تذكرة طائرة. ألش فيريش يابماك يزرى إفدن تشكت. يزرى هنا آتية بمعنى بهدف، خرج من المنزل بهدف التسوق. جورشماك يزرى، على وشك التلاقي أو نتلاقى قريبا. نص الأوكوما الذي لدينا هركس أين شكل دميرينير، هل الجميع يتعلم بنفس الطريقة؟ günümüzde IQ hayattaki başarı konusunda çok da önemli bir ölçüt değil. ölçüt هي مقياس، أي أن في يومنا IQ ليس مقياسا مهما كثيرا بالنسبة لموضوع النجاح في الحياة. دنيانن أن يرتكن كشلاري، أي أكثر أشخاص منتجون في العالم، IQ سنافلارندان دشيك بوانلار ألمشلار، كانوا قد أخذوا علامات منخفضة في امتحانات IQ. دشيك IQ بوانلارنا جرى بو إنسانلار الزكي دياميورز، ولا نستطيع أن نقول عن هؤلاء الناس أذكياء بسبب أو نظرا لعلاماتهم المنخفضة في IQ. O zaman onları kendi alanlarında bu kadar başarılı kılan nedir؟ إذن ما هو الشيء الذي جعلهم ناجحون في مجالاتهم؟ alan مجال. Bu başarılı insanların zihinsel yeterliği farklı ilgi ve beceri alanları ile yeniden tanımlanabilir. من الممكن إعادة تعريف من جديد لهؤلاء الناس الناجحين بالقدرة الذهنية والتعلقات المختلفة ومجالات النجاح. Çünkü her insan farklı bir dil kullanarak kendini ifade eder. لأن كل إنسان يعبر عن نفسه باستخدام لسان مختلف أو لغة مختلفة. طبعا لا يقصد اللغة كلغة بل بطريقة أو بشكل مختلف. Bir müzisyen العامل في المتحف beste yaparak عن طريق تحفة أو فن. Bir tiyatrocu رول يبارك، بير رسام تشيزرك كندني إفاده أدر. الرسام يعبر عن نفسه بالرسم، وتياتروجو هي ممثل المسرح بعمل الدور، وصاحب أو العامل في المتحف يعبر بقطعة فنية، وهكذا يعبر كل شخص عن نفسه. بيكي نادر بو زكاء alanları، حسنا وما هي مجالات هذه الذكاء، هذا الذكاء.
الأول سوزال ديلسيل زكا، الشفوي أو المتعلق باللسان، الذكاء اللغوي أو اللسان. ديلي أستلك إلى كولانرلار، يستخدمون اللسان بخبرة. كلمة دارجكلاري زنجيندر، قواميس الكلمات أي قاموس كلماتهم غني. Bu insanlar yabancı dilleri de etkili bir şekilde kullanabilirler. هؤلاء الأشخاص يستطيعون أيضا استخدام اللغات الأجنبية بشكل مؤثر أو فعال. İyi yazarlar يكتبون بشكل جيد. Uzun hikayeler ve fıkralar anlatırlar. يشرحون فقرات وحكاية طويلة. İsimler, yerler ve tarihleri hatırlayabilirler. يستطيعون تذكر التواريخ والأماكن والأسماء. Tekerlemeleri ve kelime oyunlarını severler. يحبون كلمات أو ألعاب الكلمات وتكرلمة تعني القافية، الكلمات صعبة النطق وما إلى ذلك. Dinleyerek daha iyi öğrenirler. يتعلمون أفضل بالاستماع. الثاني منطقسال، ماتيماتيكسال ذكاء، الذكاء الرياضي أو المنطقي. منطق كورالارنا ندان سونوتش إلشكيلارنا دكات دارلار، ينتبهون إلى العلاقة بين النتيجة والسبب لقوانين المنطق. كاتيجوريلارا يدا سنفلارا أيرارك جنلما يبارك، mantık yürüterek ve soyut ilişkiler üzerinde çalışarak öğrenirler. يتعلمون عن طريق العمل على العلاقات المجردة، soyut ilişkiler علاقات مجردة. mantık yürüterek أي تمشية المنطق، genelleme yaparak التعميم والتقسيم إلى صفوف أو فئات. olayların oluşu ve işleyişi hakkında çok soru sorarlar. يسألون أسئلة كثيرة عن تكون حادثة ما والعمل بها. soyut düşünebilirler. يستطيعون التفكير بتجريد. bilgiler arasında bağlantılar kurarlar. يؤسسون روابط بين المعلومات. mantıksal bulmacalar çözmeyi, satranç, dama gibi strateji oyunları oynamayı severler. يحبون لعب الألعاب الاستراتيجية والألعاب المنطقية مثل البولماجا أي الألغاز. يحبون حل الألغاز والشطرنج، ساترانج والداما، لعبة الداما. الثالث جيرسال ميكانسال ذكاء، الذكاء المكاني أو البصري. رنك çizgi şekil uzay ve bunlar arasındaki ilişkilerle ilgilenir. يهتمون باللون والرسم والشكل أو الطريقة والفضاء والعلاقات بين هذه الأشياء. رنكlerle ve resimlerle çalışarak en iyi şekilde öğrenirler. يتعلمون بأفضل طريقة هي طريقة العمل على الرسومات والألوان. haritaları çizelgeleri tabloları yazılı metinlerden daha kolay okurlar. يقرؤون بشكل أسهل من النصوص المكتوبة والبيانات والخرائط. yaşıtlarına göre بالنسبة لنظرائهم، yaşıt هي نظير، daha çok hayal kurarlar. يؤسسون خيالات أو أحلام أكثر بالنسبة لنظرائهم. resim yapabilirler. يستطيعون الرسم. film slide gibi görsel malzemeyi tercih ederler. يفضلون المستلزمات البصرية مثل الأفلام والشرائح. resimli yayınlardan hoşlanırlar. أي يتمتعون بالمنشورات المرفقة بالصور.
Daha önce gittikleri yerleri kolay hatırlarlar. يتذكرون بسهولة الأماكن التي ذهبوها من قبل. Metinde geçen aşağıdaki kelimeleri yakın anlamlarıyla eşleştirelim. لنطابق الكلمات أدناه اللواردة في النص بالكلمات التي تقاربها في المعنى. إليشكين متعلق ب. أقرب كلمة تجاورها في المعنى هي آيت عائد شيء متعلق أو يملكه شخص ما. أكران أي نظير أو قرين يقابلها يشت. كافرام كافرام تعني مفهوم يقابلها كونسبت. إرنين إرنك هي مثال يقابلها مثلا مثلا. ينصر أي مع ذلك يقابلها بيرليكتا لا يقابلها تماما وإنما أقرب كلمة في المعنى. نيتليك خاصية كاليتا جودة. أوبجكتيف يقابلها نسنال أي شيء أو غرض. بيليرجين محدد. أتشك واضح. بيراي شخص يقابلها فرد فرد. دشنجة تفكير فكير أفكار. نكمل بدنسال كينستيتيك ذكاء أي الذكاء الحركي أو البدني. كورديناسيون دنجة جوش أسنكليك وهز جبي bazı fiziksel özellikleri gelişmiştir. تطورت بعض خصائصهم الفيزيائية مثل السرعة والمرونة والقوة والتوازن والتنسيق. yaparak, yaşayarak, dokunarak ve hareket ederek en iyi şekilde öğrenirler. يتعلمون أحسن طريقة عن طريق التحرك واللمس والعيش والعمل أي بالعملية بالفعل العملي. duygularını belirgin olarak vücut diliyle ifade ederler. يعبرون عن مشاعرهم بوضوح عن طريق لغة الجسد. el becerileri iyidir. مهاراتهم اليدوية جيدة. insanlara canlı ve cansız varlıklara dokunmaktan hoşlanırlar. يتمتعون بلمس الكائنات والناس. bir yerde uzun süre kaldıklarında hareket etmeye, kımıldamaya ihtiyaç duyarlar. bir yerde uzun süre kaldıklarında ay indema yabkavuna fi mekanin vahid li fetre tavila hareket etmeye, kımıldamaya ihtiyaç duyarlar. يحتاجون أو يشعرون بالاحتياج إلى الانتقال أو الحركة قليلا. الخامس ميوزيكسال ريتميك ذكاء الذكاء الإيقاعي الموسيقي. ميوزيه ve başka seslere ilgili olurlar. يكونون متعلقين بالموسيقى والأصوات الأخرى. ريتم ميلودي ve müzikle daha iyi öğrenirler. يتعلمون أفضل مع الموسيقى واللحن والإيقاع. şarkıların melodilerini çok iyi hatırlar. Güzel şarkı söyleyebilirler. يتذكرون جيدا لحن الأغاني ويستطيعون الغناء بشكل جميل. konuşurken veya hareket ederken elleri ve ayakları ile ritim tutarlar. أي عندما يتكلمون أو عندما يتحركون فأيديهم وأرجلهم يمسكون بإيقاع. أي يتحركون على شكل إيقاعي. müzikli bir ortamda daha verimli çalışırlar. يعملون ويكونون أكثر
إعطاء في الأوساط الموسيقية. 6- كيشيسال إتسال ذكاء، الذكاء الداخلي أي الشخصي. كنديلرني أوبجكتيف أولاراك ديرلندرابيلر، يستطيعون تقييم أنفسهم كغرض أو كمادة ما. Güçlü ve zayıf yönlerinin farkında olur. يكونون على دراية باتجاهاتهم الضعيفة والقوية. Olaylara gerçekçi yaklaşırlar. يتقربون إلى الحوادث بواقعية. Amaçları ve düşünceleri birbiriyle uyumlu olur. Amaç هي هدف أو غرض، وتفكيراتهم تكون متناسقة مع بعضها. Bağımsızlık duyguları gelişmiştir. أحاسيسهم المستقلة توسعت أو تطورت. Bireysel çalışırken daha başarılıdır. عندما يعملون بشكل خاص يكونون أنجح. Kendilerine her zaman güvenirler. يثقون بنفسهم دائما. يشدقلارندان درس alırlar. ويأخذون دروسا مما عاشوا. 7- kişiler arası sosyal zeka، الذكاء الاجتماعي أو بين الأشخاص. İnsanların seslerine، jest ve mimiklerine dikkat ederler. ينتبهون إلى تعابير والتفاتات الأشخاص وأصواتهم. İnsanlardaki farklı özelliklerin farkına vararak onları analiz edebilir. يستطيعون تحليل الناس وصولا إلى خصائصهم المختلفة، أي أنهم مع الوصول إلى خصائص الناس المختلفة يستطيعون القيام بتحليلهم. Yorumlayabilirler ve yestatiyuna at-ta'liq. Problemi olan arkadaşlarına her zaman yardım ederler. Daimen yusaiduna astiqa'ahum ellezine ledeyhim muşkile. İnsanlara selam verir. Yu'ti es-selam ilennas. Onların hatırını sorar. Yes'el ala hatırihim. Onları önemserler. يقومون بإعطائهم الأهمية. Bir şeyi başkalarıyla işbirliği yaparak، onlarla paylaşarak ve öğreterek daha iyi öğrenirler. يتعلمون بشكل أفضل عند أو قياما بوحدة العمل مع أشخاص آخرين ومع مشاركتهم وتعليمهم. القاعدة لدينا ظرف فيلر. قاعدتنا ستكون الحالة الأولى أو الأداة الأولى، وهي كلمة إتشين. إتشين تعني لأجل. نقوم بإضافتها إما بعد ماك أو ماك، أو عندما نضيف ما مع إيليكيكي أي الإضافة الشخصية نضيفها بعد الفعل. طبعا تعلمنا متى نقوم بإضافة ما ومتى نقوم ماك. ما في حالة أردنا تبيين الفاعل. الأمثلة: Kadıköy'den Taksim'e gitmek için önce vapura sonra da finikülere binmeniz lazım. Gitmek için من أجل الذهاب من Kadıköy إلى Taksim أولا السفينة ثم يجب عليكم ركوب الفينيكولير والذي هو شيء يشبه المترو. Yurt dışında sorun yaşamamanız için listedeki belgeleri hazırlamamız lazım. Yurt dışında ay haric el bilad sorun yaşamamanız için likey la ta'işu muşkile yecep en nucahiz el evrak elleti fi el laiha av el kaime. Öğretmen konuyu iyi anlamamız için her gün ödevler veriyor. Öğretmen konuyu iyi anlamamız için min ajl en nefham el mevdu'u jayidan el muallim
يقوم بإعطائنا وظائف كل يوم. Sana yardım etmek için ne yapabilirim? Yardım etmek, المساعدة. Yardım etmek için, من أجل. المساعدة لك, ماذا أستطيع أن أفعل؟ الأداة الثانية التي لدينا وهي أزارة. أزارة تستخدم في حالتين. الحالة الأولى يكون معناها على وشك, والحالة الثانية التي سنقوم بدراستها أولا هي عند وجود هدف أو غرض. لنتعرف عليها أكثر في الأمثلة ستكون أوضح. مطلوع olmak için emek vermeliyiz. يجب أن نعطي جهدا لنكون سعداء. طبعا تأتي أزارة لا تأتي من أجل, لا تأتي ككلمة إتشن تماما, وإنما مختلفة قليلا حيث يكون هناك هدف. مطلوع olmak أزارة emek vermeliyiz. هنا خاطئة لأنه لا يوجد هدف. مطلوع olmak bizim elimizde değildir. الهدف أو السعادة ليست بيدنا. دكتوراه başvurmak üzere üniversiteye gitmiş. إذن هنا يوجد هدف. ذهب إلى الجامعة بهدف التسجيل إلى الدكتوراه. İşe gitmek üzere evden çıktı. خرج من المنزل بهدف الذهاب إلى العمل. يأتي معناها بهدف أو تقريبا تكون لأجل. الوضع الثاني من أزارة التي تكون على وشك. مثلا çabuk ol, كن سريعا. vapur kalkmak üzere, السفينة على وشك التحرك. kahven bitmek üzere, قهوتي على وشك الانتهاء. birazdan gidebiliriz, نستطيع الذهاب بعد قليل. شكرا لكم على حسن متابعتكم لنا. أرجو الاشتراك في القناة عبر الضغط على زر اشتراك الموجود أسفل الفيديو. ودمتم في أمان الله.